السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي الكرام، أخوتي الفضلات، معكم أستاذ صادق. وصلنا للجزء الأخير من هذا المثال لحل هذا الجدول الموجود أمامنا. شرحنا في الفيديوهات السابقة كيفية إيجاد الـ average waiting time والـ average turnaround time بالنسبة للـ first come first served، الـ shortest job first والـ priority. وصلنا إلى الـ round robin. أيضا هناك شيء لابد من إضافته في الـ round robin وهو الـ quantum time أو الـ time slice. أنا لازم يبقى لدينا أو التايم سلايس، وهنا راح نفترض أنه هو يساوي 3 ملي سكند. أيضاً يعني أنه هذا راح يحدد لنا المدة الزمنية التي تبقى فيها العملية في داخل المعالج قبل أن يتم استبدالها، قبل أن يعني يتم إخراجها مجبرة لكي تقوم بإدخال العملية الأخرى. فهنا نفترض بأنه أن التايم سلايس 3 ملي سكند، وبالتالي هنا أي واحدة من هذه العمليات مدة تنفيذها أكثر من 3 راح تضطر أنه تخرج من المعالج وترجع للريدي كيو مدة من الزمن، ثم تدخل المعالج مرة أخرى عندما يحين دورها، لأنه هي راوند روبن يعني عملية دائرية. أيضا راح نقوم برسم الجانت شارت، وهنا الجانت شارت راح يكون عندنا شوي أطول وأكبر من الحالات السابقة. أيضا أول شيء نبحث عنها هي الرايفل تايم، زمن الوصول، لأنه من غير المنطقي أن نقوم بإدخال عملية إلى المعالج قبل أن تصل، هذا شيء مستحيل يعني. فهنا أكو عندنا تحديد زمن وصول العمليات مفيد جدا ومهم جدا في تحديد اولويه دخولها الى المعالج. ايضا نلاحظ انه في العمل في اللحظه 1 العمليه بي 3 هي الوحيده الموجوده، وبالتالي ليس هناك قرارات جدوله، فقط هي العمليه الوحيده الموجوده ستدخل الى المعالج وهي راح تكون عندنا بي 3. الا انه هنا راح يكون عندنا قرار كالاتي، انه نلاحظ الكوانتم تايم اللي هو مدة 3، اذا كانت العمليه بي 3 اكثر من 3 فيجب ان تخرج من المعالج إذا كان هناك عمليات أخرى موجودة يعني واصلة بالفعل طبقا لهذا الزمن. إذا لم تكن هناك عمليات واصلة فبالتالي ستبقى هذه العملية لأنه هي الوحيدة الموجودة، يعني ستبقى في داخل المعالج إلى أن يتم تنفيذها. فهنا نلاحظ بأنه هي وصلت عند اللحظة 1 واستغرقت في التنفيذ 3 ثواني، وبالتالي انتهت عند اللحظة 4. الآن عند اللحظة 4 أيضا مثل ما ذكرنا سابقا، وهذا من محاسن الصدف، أنه دائما تنتهي عندنا العملية الأولى في نفس الوقت الذي تكون فيه كل العمليات الأخرى واصلة already، يعني هي موجودة بالفعل في طابور الانتظار أو الاستعداد. الآن وصلت لنا هذه العمليات. العمليات هذه الواصلة أيضا احنا نعرف أنه الراوند روبن تقول بأنه القادم أولا يخدم أولا، ولكن ليس بزمن مفتوح وإنما بزمن يتناسب مع التايم سلايس اللي هو شريحة زمنية مخصصة لكل عملية. فهنا نلاحظ بأنه من هي العملية التي وصلت أول واحدة مباشرة بعد الواحد هي تجينا اثنين اللي هي العملية P1، ولكن هنا الـ P1 ما راح نخليها انه تستمر تشتغل لست ثواني او 6 ملي سكند، وانما راح تشتغل فقط 3 وتخرج. فهنا نلاحظ بانه 4 زائد 3 اللي هو 7 وتخرج الـ P1، على الرغم انه هي لم يكتمل تنفيذها، ما زال هناك باقي، يعني هناك تم تنفيذ جزء من الكود الخاص بهذه العمليه ولكنه لم يكتمل تنفيذها، لانه بموجب هذه الخوارزميه اللي هي الراوند روبن يجب ان يعطى هناك شريحه زمنيه محدده لكل عمليه لكي نمنع الستارفيشن والديد لوك، يعني مثل ما ذكرنا المجاعه او التوقف القاتل، لكي نمنع العمليات قليله الاولويه من انه تبقى دائما في ذيل الترتيب ولا يصل اليها يعني الدور ابدا. فهنا عندنا البي 1 انتهت، يعني اكتمل من تنفيذها جزء من عند 3 ملي سكند. بعد ذلك ننظر الى العمليه التي وصلت بعدها مباشره واللي هنا حسب زمن الوصول هي البي نوت، وايضا نقوم بادخال البي نوت. البي نوت ايضا نقوم بادخاله 3 او اقل، 3 ثواني او اقل، يعني ات موست على الاكثر 3 ملي سكند، لانه هذه هي الشريحه الزمنيه المخصصه لها. فلاحظ انه هي طول مده تنفيذها 5، فاخذنا معناتها 3، هنا نفذنا 3 فقط زائدا 7 صار عندنا 10. بعد ذلك البي نوت يعني ستجبر على مغادره المعالج لكي تفسح المجال الى العمليات الاخرى. دخلت عندنا بعد ذلك هي العمليه الاخيره اللي وصلت اللي هي البي 2. البي 2 ايضا هنا راح يتم تنفيذ 3 فقط منها هي 3 ملي سكند، هي مده تنفيذها 7، فاخذ يعني هنا طبعا 10 زائد 3 13. هنا نلاحظ انه نرجع الى الوراء، نلاحظ بانه البي 3 هي اولريدي اكتملت، يعني ما عندنا فيها مشكله. بس بالنسبه للبي 1 هي كانت 6، هنا نفذنا معها 3، فبقت عندنا ايضا هنا البي 1 مره اخرى تجينا وهم يعني ننفذ منها 3 راح يصير عندنا 16. فهنا نلاحظ انه البي 1 نفذنا معها 3 هنا وهنا 3، لانه التايم سلايس 3 هنا اكتملت تنفيذها بعد.
3 زائد 3 يساوي 6 اكتمل تنفيذ بي 1. بعد ذلك راح تجي عندنا العمليه الاخرى مباشره اللي جت وراها اللي هي بي نوت وجت وراها مباشره طبقا لهذا التسلسل. هذه العمليه الواصله اولا ثانيا ثالثا رابعا. فالبي نوت هنا حاليا عندنا مده تنفيذها الكليه 5، احنا هنا اخذنا العدد 3 فهنا ايش قد راح يبقى عندنا؟ فقط 2، بحيث انه البي نوت هنا راح ينفذ معناتها فقط 2، لانه يعني هي اصلا مده تنفيذها الكليه 5، نفذنا 3 ثواني مئتها في المره الاولى فبقيت عندنا ثانيتين ادخلناها هنا يعني تم تنفيذ. فهنا 16 زائد 2 راح يكون عندنا 18. اخيرا هسه عرفنا انه البي 1 اكتمل تنفيذه والبي نوت اكتمل تنفيذه. اخيرا عندنا البي 2 اللي مده تنفيذها 7. هنا البي 2 نفذنا معناتها 3 وهنا ايضا راح تكون عندنا البي 2 نفذ معناتها ايضا 3. 18 زائد 3 21. هنا نلاحظ انه بقى معناتها 1 لانه هي مده تنفيذها الكليه 7. هنا نفذنا معناتها 3 ثواني وهنا نفذنا معناتها 3 ثواني فهنا ايش قد راح يطلع عندنا؟ ثانيه واحده فقط اللي هي ايضا راح تكون عندنا فقط البي 2. هنا لماذا قمنا بادخال البي 2 مباشره بعد البي 2؟ لماذا لم نقوم بعمليه الراوند روبن؟ لانه كل العمليات السابقه تاكدنا انه اكتمل تنفيذه. فهنا بقت عندنا فقط البي 2 اي انه في طابور الاستعداد القريب من المعالج هناك فقط عمليه واحده متبقي من تنفيذها فقط ثانيه واحده اللي هي هنا بلس 1 صار عندنا 22. وايضا نلاحظ انه 22 دائما يكون هو هذا الرقم النهائي. اذا كان يعني كل الامثله يعني كل الخوارزميات للمثال الواحد او لمجموعه العمليات الواحده يجب ان تعطي الناتج النهائي نفسه، لان هذه الارقام الكليه يعني. اذا كان هناك اختلاف معناته هناك خطا في حل المثال. كل الامثله مثل ما شفناها لحد الان تطلع لنا بالنتيجه النهائيه 22. الان مساله حساب الافرج ويتنج تايم والافرج تير اراوند تايم راح تكون شوي اصعب من المرات السابقه، لانه كل عمليه هنا نلاحظ انه هي دخلت الى المعالج اكثر من مره وخرجت من عنده. فحساب زمن الانتظار لكل واحده من العمليات راح يتطلب شويه تركيز، فخليكم وياي ان شاء الله. راح نشوف الويتنج تايم مالت العمليه الاولى والويتنج تايم مالت العمليه الثانيه، الويتنج تايم مالت العمليه بي نوت بي 2 والويتنج تايم للبي 3. بالنسبه للبي نوت نلاحظ انه هي وصلت عند الثانية 3. اوكي. وهنا اصلا بدأ تنفيذ البي نوت. طبعا البي نوت عندنا هنا البي نوت وهنا عندنا البي نوت. فهنا نلاحظ بأنه هي بدأ تنفيذه عند الثانية 7. ولكنها اصلا هي واصلة عند الثانية 3. فهنا شلون يكون زمن انتظار؟ هو 7 زمن بدء التنفيذ ناقص 3 اللي هي مدة أو زمن الوصول. هذا علما هذا زمن انتظار الجزء الاول من البي نوت، ولكنه البي نوت ايضا انتظرت مره اخرى، يعني رجعت ايضا الى طابور الانتظار او طابور الاستعداد وانتظرت مده زمنيه. المده الزمنيه الاخرى اللي انتظرتها البي نوت هي المده التي يعني محصوره ما بين اخر لحظه خرجت فيها من المعالج واول لحظه دخلت فيها المعالج مره اخرى. هنا نلاحظ بانه هنا خرجت البي نوت من المعالج من هنا وهنا عادت البي نوت مرة أخرى للمعالج. وهذا عندنا الزمن اللي هو 16 ناقص 10. هذا هو مدة انتظارها مرة أخرى، يعني بقيت تنتظر مرة أخرى لكي تدخل إلى المعالج في الوقت الذي كانت فيه البي 2 والبي 1 قيد التنفيذ طيلة هذه المدة. فهي انتظرت أول مرة لكي يصل دورها إلى المعالج، ثم انتظرت مرة ثانية لكي يعني تدور دوارة الراوند روبن لكي تصل إليها مرة أخرى. فهذا هو زمن انتظار العمليه بي نوت. راح نتبع نفس الطريقه بالنسبه للعمليات الاخرى. بالنسبه للبي 1 ايضا عندنا دخلت مرتين. المره الاولى دخلت عند اللحظه 4 ولكنه اصلا هي اشوك واصله عند اللحظه 2 فهي انتظرت فقط 2 هي 4 ناقص 2 زائد مده انتظار البي 1 مره اخرى اللي هي تبدا من لحظه خروجها من المعالج إذا إلى لحظة دخولها مرة أخرى. هذه البي 1 خرجت في هذه اللحظة اللي هي اللحظة 7 ثم عادت ودخلت إلى المعالج في اللحظة 13، فمعناتها هي انتظرت 13 ناقص 7. هذه 13 ناقص 7، هذه الفترة اللي كانت فيها البي نوت والبي 2 قيد التنفيذ، كانت العملية بي 1 قيد الانتظار. فهذا هو زمن انتظارها بالنسبة للمرة الثانية، وهذا زمن انتظار المرة الأولى التي دخلت فيها المعالج. نفس الحالة الويتنج تايم بالنسبة للبي 2. البي 2 هنا نلاحظ انه كم مره دخلت المعالج؟ مره مرتين.
فهنا ممكن انه لانه صحيح واحد وصح الثاني ممكن انه نعتبرها دخلت مره واحده الى المعالج لانه هي لم تخرج ثم تعود مره اخرى وانما بقيت في داخل المعالج لانه المجدول او السي بي يو سكجولر عندما وصل الى هذه اللحظه بحث في الريدي كيو لم يجد هناك اي عمليات اخرى فبالتالي سمح للبي بي نوت او البي 2 ان تبقى في المعالج اطول من المده المقرره لها اللي هي التايم سلايس اللي هو 3 ملي سكند وبالتالي بقيت 4 ملي سكند. هنا لاحظ ايضا انه البي 2 او البي بي 2 نعم دخلت الى المعالج مرتين هذه مره وهذه مره هنا دخلت عند اللحظه 10 ولكنه اصلا هي متى وصلت البي 2 وصلت عند اللحظه 4 بمعنى انه هي انتظرت فقط الستة اللي هو الفرق بيناتهم الفرق ما بين زمن بدء التنفيذ ناقصا زمن وصولها هذا بالنسبه للمره الاولى. المره الثانيه ايضا راح تنتظر فتره زمنيه محدده اللي هي تبدا من لحظه خروجها من المعالج الى لحظه دخولها من المعالج مره اخرى فهي خرجت عند اللحظه 13 وعادت ودخلت عند اللحظه 18 لانها انتظرت هذه المده هي 18 ناقص 13 فقط المدة اللي كانت هي خارج المعالج عندما كانت البي 1 والبي نوت قيد التنفيذ فلاحظ انه هذه لمدة الانتظار الكلية الخاصة بها وهكذا. واخيرا بالنسبة للويتنج تايم الخاصة بالبي 3 ايضا الويتنج تايم الخاصة بالبي 3 نفس الطريقة هنا لاحظ بانه البي 3 دخلت عندها مرة واحدة فقط كل هذه العمليات فهنا البي 3 يعني راح يكون زمن الانتظار الخاص بها فقط اللي هو الواحد ناقصا زمن وصولها الى المعالج اللي هو ايضا واحد وبالتالي هي انتظرت صفر فقط. هاي يبدو ان هذه العمليه محظوره يعني في كل الخوارزميات وصلت اولا ودخلت مره واحده ونفذت ودائما يكون زمن انتظارها صفر. وطبعا هذا الشيء يعني هو لانه هي وصلت اول مره ولانه مده تنفيذها قليله جدا ولانه اولويتها هنا طبعا الاولويه لم يكن لها اي قيمه لانه هي اصلا كانت هي الوحيده الواصله. وبالتالي يبدو ان هذه العمليه محظوره دائما يكون زمن انتظارها صفر. بعد ما حسبنا زمن الانتظار لكل واحدة من هذه العمليات راح نجي نقول بأنه الـ average waiting time هو عبارة عن الـ waiting time الـ process الأولى زائد الـ waiting time الـ process الثانية زائد الـ waiting time الـ process الثالثة زائد الـ waiting time الـ process الرابعة تقسيم أربعة يعني هذا اللي كلهم نجمعهم هذا من الـ waiting time الـ process الأولى الثانية الثالثة الرابعة هذا اللي نحسبهم يعني من خلال هذه المعادلات مجرد حسابات رياضية بسيطة. بعد ذلك الـ average turn around time أيضا مثل ما ذكرنا سابقا هو عبارة عن waiting time للعملية P not زائد زمن تنفيذ عملية P not وطبعا هنا يعني راح يكون عندنا هذا القيمة اللي راح نحسبها من هنا اللي هو waiting time مالت P not زائد زمن تنفيذ P not نجمعها ويا waiting time مالت P1 اللي هو راح يطلع عندنا هنا زائد زمن تنفيذ P1 وبعد ذلك ايضا زائد الويتنج تايم مالت P2 مجموعا مع السي بي يو تايم مالت P2 واخيرا الويتنج تايم مالت P3 اللي هو صفر زائد مده تنفيذ P3 اللي هي ثلاثه نجمع هذول كلهم يعني نقسمهم على اربعه ويطلع عندنا المقدار النهائي اللي هو نفس طريقه الحساب الافرج تيرن اراوند تايم بالامثله السابقه. مثل ما ذكرنا هذه هي مجرد يعني مثال تجريبي اتمنى انه يكون مفهوم وواضح للجميع. اذا كان هناك حاجه لشرح امثله اخرى على نفس الموضوع مع عمليات اكثر مع تفاصيل اكثر فتركونا هذا الشيء بالتعليقات وشكرا جزيلا للجميع ومع السلامه.